نخش بقى كده يا برنس على ماتش غزل المحله. وماتش غزل المحله ده بلغه الكوره ماتش بيبقى رخم، وكمان هنلاعبهم في غزل المحله، ولكن مباراه هتكون صعبه جدا، ومباراه صعبه جدا. وغزل المحله الفريق الوحيد اللي كسب الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت يا برنس، ولكن النهارده باذن الله يا برنس الليالي هكلمك على التشكيل المناسب للنادي الاهلي لمواجهه غزل المحله باذن الله في الجوله الخامسه من الدوري المصري. الاهلي المتصدر الدوري يا برنس ب 12 نقطه على صداره الدوري المصري، وغزل المحله في المركز الرابع في الدوري يا برنس ومعاه 8 نقاط. غزل المحله السنه دي فريق محترم جدا، غزل المحله السنه دي كسب مباراتين وتعادل مباراتين. غزل المحله السنه دي اللي كل الناس قالت لك ده اول الناس اللي هتهبط، نفس حوار السنه اللي فاتت، لان فريق غزل المحله ما عملش صفقات، ما داعمش الصفوف فريقه بصفقات قويه جدا، ولكن اشتغلوا على اللعيبه اللي موجوده في الفريق. ولكن فريق غزل المحله هيفضل ان هو فريق غزل المحله المحترم جدا جدا يا برنس. النهارده باذن الله هكلمك على التشكيل في الجزء الثاني من الحلقه يا برنس، وبرضه هنقعد نتكلم كده على نقاط الضعف والقوه اللي بقت عند النادي الاهلي النهارده باذن الله. الحلقه النهارده جامده جدا، تستاهل ايه بقى؟ تستاهل اللايك بقى يا برنس، وانزل اعمل معانا اللايك كده، انت مستني ايه يا برنس؟ ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد. وعاوز منك طلب يا برنس، انا هصبر ثانيتين، عاوزك تنزل دلوقتي تتوقع نتيجه المباراه يا برنس عندك في التعليق. اديتك 3 ثواني، يا ريت تكون نزلت توقعت نتيجه المباراه يا برنس، وادعي يا رب الاهلي يكسب يا برنس عشان يبقى الفوز الخامس على التوالي يا برنس. يلا بينا نتكلم يا برنس على نقاط الضعف والقوة اللي بات عند النادي الاهلي في الدوري لغاية دلوقتي، من بدايته لغاية اخر جولة اللي كانت في مباراة نادي مقاولين العرب يا برنس. بص، الاهلي عنده مشكلة في اي فريق هينزل يلعبه يدافع، وانا اتكلمت ده على الموضوع في مباراة المقاولين العرب، وكلمت نفس الحوار في مباراة البنك الاهلي. اي فريق هينزل يلاعب النادي الاهلي هينزل يدافع يا برنس على النادي الاهلي، وينزل يدافع قصاد النادي الاهلي، الاهلي هيواجه مشكلة كبيرة جدا، لان فرقة النادي الاهلي في مشكلة في الحتة دي. واتكلمنا السنة اللي فاتت عند موسيماني، قلنا له بقول لك يا موس في مشكلة عند فرقة النادي الاهلي في المشكلة الدفاعية. الاهلي ما عندوش الحلول ديت. الاهلي قلنا لما جاب صفقه تاو قلنا ده اللعيب اللي الاهلي ناقصه، هو ده اللعيب اللي الاهلي محتاجه، لان تاو من اللعيبه المهاريه، من اللعيبه اللي تقدر تتحرك في مساحات ضيقه، وبيقدر يفك لك التكتلات الدفاعيه. تاو من ساعه ماتش الاسماعيلي في بدايه الدوري تاو ما شفناهوش تاني، تاو ما شفناش تاثيره مع الفريق، تاو ما شفتش لما اكون محتاج تاو لعيب بامكانيات تاو، لما كنت اللعيب محتاجك ما لقيتوش، ولا لقيته في مباراه البنك الاهلي، ولا لقيته في مباراه نادي الزمالك، ولا لقيته في مباراه مقاولين العرب. انا لقيته في ماتش الاسماعيلي في البدايه اللي كان فيها مساحات، لان كان في مشكله في ماتش الاسماعيلي، لان فريق نادي الاسماعيلي في بدايه الدوري كان في مشكله في خط الدفاع جدا جدا، وكانت باينه، لان نادي الاسماعيلي خسران 4 مباريات من ساعه لما الدوري بدا لغايه دلوقتي، نادي الاسماعيلي ما تعادلش ماتش. يعني المشكله اللي ظهر فيها تاو هي كانت عند نادي الاسماعيلي، ولكن اللي احنا كنا جايبين تاو عشانه لغايه دلوقتي ما شفتوش. ما شفتش تاو ان هو يقعد يرقص في المساحات الدقيقه ويقوم ويعدي ويشوط، ما شفتش تاو لغايه دلوقتي. ولكن هنتكلم عن دي نقطه الضعف. نقطه القوه اللي بقت عند النادي الاهلي الضغط العالي. نقطه القوه اللي بقت عند النادي الاهلي المرونه في التكتيك. فجاه تلاقي موسيماني يلعب لك ب 4-2-3-1، فجاه تلاقي موسيماني بيلعب لك ب 4-3-4-3 لما بيرجع حمدي فتحي ليبرو، وبيلعب بدر بانون وايمن اشرف، وبيلعب 4 في نص الملعب بالسوليه وديانج وقفشه، وبيلعب في الهجوم بتو حسين الشحات، يعني سواء بقى اللي هينزل بقى تو حسين الشحات وام كلثوم ومحمد شريف، اي حد هينزل. انا بكلمك على التكتيك بشكل عام، ولكن الاهلي فيه مشكله كبيره جدا، في المشكله اللي اي فريق هينزل يلاعب النادي الاهلي على مستوى الدفاع الاهلي بيقابل مشكله في الحته ديت يا برنس. وان شاء الله النادي الاهلي يكسب في مباراه غزل المحله باذن الله، وان يعني نبقى متصدرين الدوري كده الاهلي يا برنس. ما اقولكش، يلا بينا نروح يا برنس على التكتيك بقى، الناس اللي بتحب التكتيك، ونشرح بقى يا برنس بالتكتيك كده بقى على البرنامج بقى، ونشوف مين اللي هيلعب ومين اللي هيبدا وكل الكلام ده يا برنس. ولكن ارجع افكرك تاني، لو انت لسه ما عملتش اللايك يا برنس يا ريت تنزل تعمل معانا اللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا يا برنس نروح على التكتيك. بص بقى يا برنس، ده التشكيل اللي بالظبط اللي هيبدا بيه موسيماني باذن الله امام غزل المحله.
عندك الشناوي في حراسة المرمى، عندك بدر بانون وايمن اشرف قلبين دفاع، ناحية اليمين هيبقى اكرم توفيق، ناحية الشمال هيبقى علي معلول، اتنين في نص الملعب اليو ديانج والسولية، هيبقى ناحية اليمين تاو، وهيبقى ناحية الشمال ميكي سوني، وهيبقى ناحية او هيبقى اللاعب بقى صانع الالعاب هيبقى افشة، وفي الهجوم هيبقى محمد شريف المخيف يا برنس. بص بقى، بعد غياب حمدي فتحي بعد الطرد اللي خده امام المقاولين العرب هيغيب عن مباراة غزل المحلة، ولكن هيرجع امام مباراة سموحة باذن الله يوم الخميس اللي بعد مباراة غزل المحلة. بص بقى موسيماني، انا عاوز موسيماني يركز في النقطة ديت، في النقطة ان تاو من اللعيبة الكويسة جدا، ومن اللعيبة اللي الاهلي كان جايبها محتاجة عشان اي فريق، زي ما اتكلمتك ان اي فريق بينزل يدافع قصاد النادي الاهلي بنبقى عاوزين لعيب زي تاو كده، اللعيب الحريف. وعندك ميكسوني برضو اللي لازم يبدأ بيه موسيماني عشان امام غزل المحلة اللي كسبتنا السنة اللي فاتت، ولكن انا عاوز تاو يتحرك كتير على الاطراف ويضم الحتة بتاعت الايه العمق. بص اللقطه اللي بيعملها محمد صلاح، اللي هو بيضم على الطرف كده وبيعدل الكوره ناحيه رجله الشمال وبيقدر يسدد، عاوز تاو يشتغل الحته دي. قفشه من اللعيبه اللي اول لما جه تاو الاثنين عملوا ثنائيه كبيره جدا جدا يا برنس، وبرده في ثنائيه قفشه ومحمد شريف، وده اللي يقول لك ان قفشه لعيب كبير جدا جدا، يعني بيقدر يتاقلم مع تاو ويقدر يتاقلم مع محمد شريف. ولكن انا النقطه بتاعه تاو يا تاو، انت عاوز يعني انت عاوز ايه تاني؟ انت وراك اليو ديانج وراك اكرم توفيق، الاثنين مأمنينك بشكل كبير جدا، انت تقدر تتحرك في النواحي الهجوميه بشكل كبير جدا كويس، تقدر تروح وتيجي يعني انت مش مطلوب منك ادوار دفاعيه انك تروح وتيجي انت كل اللي احنا عاوزينه في الحته الهجوم دي، في الحته دي النص اللي قداماني ده اللي على ال 18 عاوز تحركاتك تفضل يعني في المراوغات بتاعتك، مش عاوزك تبقى كده. مش هو ده تاو اللي احنا كنا منتظرينه، مش هو ده تاو بتاع مباراة الاسماعيلي يا برنس. الناحية التانية ميكيسوني، بص بقى عم ميكيسوني، وبص بقى انت عم ميكي، انا عاوزك تتحرك بشكل كويس جدا، انت لعيب كويس جدا ولمستك لمسة لعيب كورة، يعني انت شفناك الاول قبل تاو، يعني احنا شفناك الاول، عاوزك بقى تركز وعاوزك بقى ايه تشقلب لي وتجيب لي جون، عشان انا ما شفتكش الصراحه، عاوزك تعمل قلبان في ماتش غزل المحله. انت جنبك السوليه برضو وجنبك علي معلول اسرع دريفر في مصر، فعاوز الاثنين دولت. انت متخيل ان ميكيسوني وتاو، قصدي ميكيسوني وعلي معلول، الاثنين دولت لو عملوا ثنائيه هيبقوا ثنائيه كبيره جدا، هيبقى عاملين زي ثنائيه رمضان صبحي وعلي معلول، الاثنين اقوى ثنائيه كانت ناحيه اليمين ديت، وبرده ثنائيه علي معلول واجايه. ولكن انا عاوز علي معلول يتاقلم بقى مع ميكي ده، عاوزك بقى عم ميكي تتعلم من علولو عشان تبقى فاهمين. والسوليه، وعندك السوليه واليو ديانج، الاثنين هيبقوا في نص الملعب، الاثنين مسامير بمعنى كلمه مسامير، ولكن مسامير بلغه الهدافين، يعني انت عندك اليو ديانج يعني بيتقدم بيقدر يسجل اهداف، وبرده بيروح في النواحي الدفاعيه برده بيقدر يغطي، وبرده وعندك السوليه برده بيصنع اهداف وبيقدر يتحرك وبيقدر يسدد من بره، وبرده نفس النظام اليو ديانج بيقدر ان هو يسدد من بره ال 18، فعندك اثنين ديفندرات في نص الملعب يعني كويسين جدا 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 يا برنس. برضو عندك بدر بانون واكرم توفيق وايمن اشرف. إيه التكتيك اللي بتاع موسيماني مش هيبدا بيه السنه، او مش هيبدا بيه في المباراه ديت، لان حمدي فتحي هو اللي كان بيعملها له، هو اللي كان بيعمله الخطه ديت، او هو حمدي فتحي اللي كان بيبقى في الحته ديت، انت فاهم؟ بص انا بس كده ايه نرجع له جنج، ولكن يعني قول قالو جنج، فاهم؟ تخيل قالو جنج ده حمدي فتحي، كان حمدي فتحي هو اللي بيلعبها، دلوقتي حمدي فتحي اتطرد، فانت محتاج او هتحتاج لعيب ان هو يلعب لك ليبرو في الحته دي. النادي الاهلي كان عنده محمود متولي، وان شاء الله ربنا رجعه من الاصابه، هو اللعيب اللي في يعني في وجهه نظري انا ان هو اللعيب الوحيد اللي هيقدر يلعب في مكان الليبرو مكان حمدي فتحي ده يا برنس، ولكن ما فيش حد دلوقتي من التشكيله الموجوده دي كلها يقدر يلعب مكان حمدي فتحي في الحته دي، فعشان كده موسيماني هيبدا بخطه 4 2 3 1 امام غزل المحله يا برنس. ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ربنا يوفق النادي الاهلي في مباراه هتكون قويه جدا جدا امام غزل المحله، وهنشوف عاوزين نشوف تحركات شريف، وان شاء الله شريف يرجع للتهديف من جديد يا برنس. وبرده النظام لبدر بانون اللي بقى مستواه السنه دي الله اكبر عليه، مستوى ثابت جدا جدا بدر بانون، وبرده نفس النظام لاكرم توفيق، لعيب كبير جدا، لعيب كبير كبير جدا اكرم توفيق يعني، ولكن قفشه برضه عاوز بقى ايه يبدا يشتغل في صنع الاهداف لمحمد شريف وتاو، وعاوزين بقى دولت يطيروا بقى، دولت يطيروا بقى، وعاوزين كل النقط ديت يا برنس، عاوزين يعني التكتيك يشتغل بقى، يعني يشتغل بقى ونجيب جون. وصلنا يا برنس لغايه نهايه الحلقه، يا ريت ما تنساش انك تنزل في التعليقات تتوقع نتيجه المباراه، وما تنساش اللايك بتاعك واشتراكك في القناه يا برنس. سلام.